انا صار عندي ايش؟ اليه للتوازن. التوازن مش وين؟ في جسمي. رجعت؟ ارجع قدمت وارفع، بس ما قدمت كثير. ها اقدر اصل اصل وجسمه أصل. وجسمه قدام عشان لو في عتبه صغيره قدم. ايوه عيدها ثاني. لا قدمه، لا انت قدمه من خلال ايش؟ قدام. ايوه من خلال الكرسي. تمام. تمارين بسيطة من داخل مكونات الخيمة، إن كان فوتبول إن كان مثلا شغلات بسيطة. أحيانا بنلجأ إنه نصنع لعبة لطفل، أحيانا نلجأ نعمل شغلة وظيفية، يكسر حطب، يتناول شيء، يشرب مية. يعني هي تشابك حتى من خلال الأسرة، إنه كيف هم يساعدونا في إنشاء مجال علاجي، لا نوفر لهذا الشخص الخدمة اللي هو محتاجها. ومشياني على العلاج الطبيعي، حركات مفاصلي، رجلين المكتورة، عضلات. أنا بشكره كتير، أعطوني شوية تمارين علاج طبيعي، الحمد لله يعني ريحت وصرت احسن شويه.